أهلا بيكم في ملخص جديد من الملخصات اليومية لذوي الإرادة. النهاردة هنشوف نموذج لمتحدي إعاقة وإزاي إنها بتحاول تصعد السلم. هي عندها إعاقة في ساقيها، مش بتقدر تتحكم في رجليها بشكل كامل، فبتواجه صعوبة طبعا، ودي واحدة بتحاول تساعدها انها تطلع السلم. زي ما احنا شايفين الحياة كلها صعوبات وتحديات، وذوي الارادة دايما تحس منهم بطاقة ايجابية شديدة جدا جدا، وعندهم قوة صبر وتحمل. لازم كلنا نتعلم منهم، واشوفكم في ملخص جديد.